قد نزل علينا هذا الخبر كالصاعقة على هؤلاء الأساتذة، لأن هؤلاء 159 هم أصدقاؤنا، هم إخواننا، شاركونا جميع الهموم، شاركونا جميع يعني الملاحم البطولية التي يعني كما لا يخفى عليكم الكل يعرف نضالات التنسيق الوطني للأساتذة المتدربين تجاه المرسومين المشؤومين، المرسوم الأول القاضي بفصل التكوين عن التوظيف، والمرسوم الثاني القاضي بتقزيم المنحة إلى أقل من النصف. إذا ابتدأت يعني معركة الأساتذة المتدربون يعني في شهر أكتوبر 2015 دفاعا عن المدرسة والوظيفة العمومية طبيعة الحال مدة 6 أشهر إلى حين أن تتم تتويج هذه النضالات بمحضر 13 أبريل ومحضر 21 أبريل 2016 مع والي ولاية جهة الرباط ممثلا للحكومة والقاضي في هذا المحضر بتوظيف الفوجي كاملا. إذا إلى هنا انتهت نضالات التنسيق الوطني لأساس المتدربين آنذاك بناء على حسن نيتهم من أجل يعني الاستمرار في المدرسة العمومية. فإلا أننا فوجئنا في مباراة دجنبر 2016 بالضبط في شهر يناير 2017 بترصيب ما ينهز 150 أستاذا متدربا آنذاك، لا لشيء إلا لأنهم كانوا يعني متزامين الحركات التي داخل التنسيقية الوطنية للأساس المتدربين وليس لنقص كفاءتهم بشهادة الجميع المفتشين وجميع الأساتذة آنذاك. إذا في هذا السياق تأتي هذه الندوة من أجل التعريف بالقضية وإحيائها يعني وتحميل الوزارة والدولة مسؤوليتها تجاه هذا الملف من أجل يعني التزامها بهذا المحضر الذي نعتبره يعني محضرا تجاه الدولة وجب عليها أن تنفذه، ألا وهو إرجاع الأساتذة المفروضين من الوظيفة العمومية إلى مكانهم الطبيعي ألا وهو المدرسة والوظيفة العمومية. إذا التنسيق الوطني للأساتذة المتدربين كما رفعت في البداية شعارها تجاه الدفاع عن المدرسة العمومية لا زالت مستمرة ولا زالت تتحمل هذه المسؤولية، وفي مقدمتها إرجاع زملائنا المرصبين. سنبقى ندافع هذا الملف إلى حين إرجاعهم إلى مكانهم الطبيعي. هذا المحضر هذا الذي كان ينص بطريقة واضحة على توضيح الفوج كاملا وإرجاع المرسومين لطلبة الحوار، بعد التزام التنسيق الوطني للأساتذة المتدربين بهذا المخرج ديال هذا المحضر هذا، تفاجأنا أن الدولة رسبت أزيد من 150 أستاذ متدرب بالإضافة إلى حرمان أساتذة الحواميد والأساتذة أصحاب الشهادة الطبية من هذا المباراة من مباراة التوظيف. قلنا هذا الترصيب كان ترصيب تعسفي، حرم أزيد 150 أستاذ متدرب أستاذ متدربة من عملهم بطريقة مشبوهة، تم تهريب محاضرهم الشفويه، تم حرمانهم من الاطلاع على محاضرهم. يعني كان هناك مجموعه من الخروقات، خروقات قانونيه، خروقات اخلاقيه. طبيعه الحال هذا الملف هذا بالاضافه الى كل هذا جوبهنا بالاذان الصماء، لم يتم التعامل بجديه مع هذا الملف هذا. جميع المبادرات التي قام بها الاساتذه المتدربون ومبادرات الداعي الى حل هذا الملف لم تؤتي اكلها. الدولة حلت لجنة المتابعة التي كانت مكلفة بمتابعة هذا الملف، إلى الآن لم نجد أي تحرك رسمي لحل هذا الملف هذا، لجنة القضية عالقة. لذلك فات السياق هذا الندوة، هذه ندوة صحفية وطنية بالتزامن مع الذكرى الثالثة لتوقيع المحضر 13 أبريل 2016، وكذلك الإحاطة الرأي العام بعد المستجدات المتعلقة بهذا الملف، وكذلك للتذكير بأن القضية ديالنا لم تزل حاضرة في الرأي العام وأنها لن يطالها اللسان ولن تنسى بالتقادم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.